بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر عظيم جامع كان تعلمه موسى من ضفدع. الحديث رواه الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، والإمام الحافظ السيوطي في الدر المنصور. سيدنا موسى عليه السلام عبد الله سبحانه وتعالى ليلة حتى الصباح، فداخله من ذلك عب عب، يعني تعرفين إنسان، وتعرفين سيدنا موسى لما سئل من أعلم أهل، يعني من أعلم أهل الأرض، لا، فقال لا أعلم أحدا أعلم مني، أو أنا أعلم أهل الأرض. فنزل له جبريل على الفار وقال له ما تقولش كده، قال في واحد عنده علمك أو أعلم، أو اللي هو دي قصة الخضر المشهورة، وسيدنا موسى راح عشان يتعلم منه. فهو ده العجب، اللي الإنسان يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وفي الآخر الأنبياء بشر، فداخله عجب. فربنا سبحانه وتعالى ألهمه، قال له مر على شاطئ، فمر على شاطئ فوجد ضفدعا، فقالت له يا موسى، يعني أدخلك من الله من عبادتك عجب، وأنا أسبح الله سبحانه وتعالى من 400 سنة بتسبيح؟ قال لها ماذا تقولين بحق الذي أنطقك؟ فالضفدع قالت إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الضفدع قالت سبحان من يسبح له من في البحار، سبحان من يسبح له من في الأرض القفار، سبحان من يسبح له من رؤوس الجبال، سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان. فقال عليه الصلاة والسلام من قال هذا الذكر في يوم مرة، أو في شهر مرة، أو في سنة مرة، كتب الله كان كمن أعتق 1000 نسمة من ولد إسماعيل، وكتب الله له 1000 حجة مبرورة، أو كان كمن حج 1000 حجة مبرورة، 1000 حجة مبرورة. ده مرة واحدة، ده ما قلته مرة واحدة. إذن طب الحديث ده مش له شاهد؟ له شواهد كتيرة. نفس العالمين دول اللي هم الإمام السيوطي والإمام النووي قالوا موقوفا على كعب الأحبار من كبار علماء التابعين، اللي بيقول سبحان الله وبحمده 3 مرات، ربنا بيبني له 3 مدائن في الجنه عظيمه. قلت لكم المدينه في الجنه مش زي مدينه في الدنيا، المدينه في الجنه قد الكره الارضيه كلها الاف او ربما مئات الالوف المرات، مدينه واحده بس سبحان الله وبحمده مره واحده. والحديث صححه الامام الالباني، سبحان الله وبحمده احب الى الله من انفاق جبل ذهب زي جبل احد، وجبل ذهب وزنه 45 مليار طن. ما نستكثرش فضل الله سبحانه وتعالى، ما نستكثرش فضل الله سبحانه وتعالى في الثواب العظيم. والحديث بتاع ام هانئ، قالت له يا رسول الله كبرت وضعفت، فعلمني عمل اعمله وانا قاعده. قال لها سبح لله 100 تسبيحه، واحمد الله 100 تحميده، وكبري 100 تكبيره، وهللي 100 تهليله، هيكتب لك 100 حجه و100 غزوه في سبيل الله، وكانك اعتقت 100 ولد من بني اسماعيل، وكانك تصدقت 100 بدن. طب ده ذكر، اللي بقوله ده ذكر جامع، يعني كان سبحان الله الواحد ممكن واحد ياخد بيها ثواب حجه، او كان ربنا سبحان الله وسبحان الله وبحمده ربنا بيقول بيها مديده في الجنه. يبقى ازاي بقى لما اقول الذكر العظيم سبحان من يسبح له من في البحار، سبحان من يسبح له في الارض القفار، سبحان من يسبح له من رؤوس الجبال، سبحان من يسبح له بكل شفه ولسان، ربنا ما بيدينيش الثواب ده؟ يبقى كل الحديث دي بتصحح بعض وتقوي بعض، انها بتقول نفس المعنى وكلها من طرق مختلفه تقوي بعضها بعض. فانا حكيت لكم الذكر العظيم ده، فيا ريت تحفظوه وتقولوه برضو مع ضمن الاوراد بجامعاتكم بتاعتكم مع اذكار الصباح والمساء. اقول قولي هذا، استغفر الله.